طيب كابتن شريهان، مساء الخير. كابتن اسلام، مساء مساء الخير. النور. هسألك نفس السؤال، تعرفيها برضو ولا ما؟ مش قوي عشان ما لعبتوش مع بعض كتير يعني، شوية غير ان يعني، مش انتوا قوي. اخوات، غير ان انتوا اخوات يعني. لا ده احنا عشرة. عشرة أوضة واحدة. ده أوضة واحدة يعني، احنا كنا من غير ما يسألونا بيحطوني أنا ونهلة، يقولوا لنا طب انتوا قاعدين مع بعض في البيت، صحيح. وتقعدوا كمان في المعسكرات والبطولات، أقول لهم ما فيش، هو احنا قاعدين على طول مع بعض الحمد لله من أول ما طلعت. طب يا نهلة، ما كانش يعني ده طبيعي ان انت انا عايزه اقعد معاها برضو، او هي عايزه انا اقعد مع اختي؟ فبرضه بتكون راحة يعني، الواحد طبعا. حاسس انه طب في ما بيت اوكي، ما كمان هو معسكرات كتير. طبعا في فترات ممكن مش مع بعض، بس اغلب الوقت لا، الواحد ده طبعا هيكون مستريح لو قاعد مع اخته طبعا في الاوضة طبعا. يعني، وبالذات ان احنا كان ممكن معظم السنة احنا في معسكرات، فالواحد اصلا بيته وحشه. فتحسي فيمكن الواحد بيحس انه اتونس في البيت. بيها معايا. الواحد يحس انه في البيت، وبالذات كمان ان انا كنت صغيره. ايوه الحمد لله شيرين يعني ساعدتني طبعا كتير، زي ما كنت لسه بقول لحضرتك يعني. فاللي هو انا كنت بتحامى فيها برضه. ايوه، كان هي الاخت الكبيره بقى، فهي ايوه هي الكبيره في الموضوع، فهي اللي بتخلص بالظبط، كل حاجه. بتحامى فيها. كابتن شيرهان، برضو سؤال مهم جدا، هل حضرتك كنت موافقه على اعتزال نهله في هذا التوقيت، وهي كانت قادره ان هي تقعد على الاقل سنتين كمان؟ يعني انا طبعا ده انتوا حضرتك عارف متفقين بقى. لعيب كبير، وحضرتك عارف طبعا ان اتخاذ الموقف ده صعب ازاي. بس انا كنت معاها طبعا، انها دلوقتي وهي قادره ومستواها الحمد لله كويس ومحققه بطولتين فعلا. الحمد لله في ظل الظروف الصعبه اللي الفريق عدى بيها، فلا انا كنت مدعماها. مع اني في النص كده يعني، ايوه انا رجعت كده شويه لما لقيت الجمهور وصحابها وكده، كنت هقول لها يعني ها يا نهلة ارجعي، وبعدين قلت خلاص ربنا يكرمها في حياتها الجاية وتخدم النادي في مجال تاني ان شاء الله، وربنا يكرمها وتبقى برضو تفضل تقدم انجازات في مجال تاني ان شاء الله. في وسط المكان او في الوقت اللي حسيتي فيه ان هي او ان انت عايزه تقعدي معاها وتقولي لها كملي، ده كان بسبب ايه؟ بسبب ان صحابها واصدقائها وصحابك واصدقائك بيقولوا لها كملي، ولا لان كانت الظروف الفتره اللي فاتت في النادي الاهلي كانت محتاجه وجود نهله؟ هي الفترة اللي فاتت نهلة فعلا قالت ان هي عايزة تعتزل السنة اللي فاتت، بس احنا بقى ساعتها كلنا ما حدش يعني دعم في القرار ده، لان حضرتك عارف طبعا ظروف اللي حصلت في الفرقة، ايوه فكان وجود نهلة مهم جدا جدا جدا، انها تلم الفريق وانها يعدوا زي ما بيقولوا يعني من عنق الضلمة اللي الزجاج، حصلت صحيح. دي. والحمد لله بالظبط بالظبط، وهي بالظبط ما شاء الله يعني قامت بالدور ده على احسن وجه الحمد لله. وانا يعني اللي خلاني ارجع اقول لها كده السنه دي شويه احساسي حضرتك عارف انا معاهم في الجهاز، ايوه فالفرقه لقيتهم محتاجينها ازاي، ولحد اخر وقت بيقولوا لها لا ارجوك يا نهله خليكي معانا، احنا بنبقى مطمنين بس بوجودك يعني. وطبعا شفت حب الجمهور وحب النادي الاهلي وكل القيادات اللي موجوده ازاي يعني بيدعموها وبيشكروها. بس الحمد لله بقى اخذت القرار وكلنا معاها، وربنا يكرمها في اللي جاي ان شاء الله. انا حاسس ان انت مستريحه على فكره يا نهله يعني، انا الحمد حاسس ان لله. انت لا يعني، انا دايما شفت لعيبه كتيره جدا خدوا قرارات اعتزال، كنت بحس ان اللعيبه دي، انا كنت واحد منهم، انا كنت ببقى متضايق قوي، وكنت اقول لمراتي بقول لك ايه، ما سيبيني، ما انا مش عايز، انا عايز اكمل بس مش عايز، فاهمه؟ ايوه لا انا حاسس ان انت مستريحه. هو قرار صعب جدا، قرار صعب جدا، وبالذات يعني ممكن اكون انا فعلا قاعده بتكلم فيه من بدري، وهيأت كل اللي حواليا ان انا هاخد القرار ده في الوقت، مثلا هاخد القرار ده في دلوقتي، ولكن لما الموضوع دخل بقى في الجد انا نفسي طبعا اتأثرت من جوايا، بسبب ان انا حياتي كلها كانت جوه النادي الاهلي في الملعب، الكرة الطايره يعني، ما كنتش بعمل اي حاجه في حياتي غير ان انا في التمرين في الماتشات، كنت بهيأ كل حاجه في حياتي تخدم الكرة الطايره. فطبعا قرار مش صعب يعني، مش سهل، ولكن في نفس الوقت انا حتى لما بفكر، انا الحمد لله عملت اللي اقدر عليه، كل اللي اقدر عليه يعني، 51 اقصى حاجه بطولة. الحمد لله. وكمان يعني حتى من ناحيه الفريق، من ناحيه البنات اللي معايا في الفريق، من ناحيه زمايلي والجهاز الفني والنادي الاهلي، انا حتى من جوايا او اي حد معايا بيبقى عارف ان انا ببقى عايزه ادي اقصى حاجه عندي. فانا الحمد لله انا ما كانش عندي
اكتر من كده، فدي حاجه مريحه ضميري. متاخر يعني؟ لا والله يعني انا يعني انا حتى الفرقه لما كانوا بيتكلموا معايا قلت لهم انا مش هسيبكم، حتى لو انا فين انا هفضل وراكم ومعاكم وبدعمكم في اي وقت ومعاكم في كل وقت. اصبحت مشجعه مثلا لغايه لما؟ بالظبط بالظبط. بس احساسي اللي مخليني اللي انا راضيه على الوقت ده ان انا عملت اللي عليا او اللي اقدر عليه، اقصى حاجه اقدر عليها انا ما قصرتش يعني. وحتى يعني انا برضو بقول للجمهور ان انا فعلا يعني حتى ما بيني وما بين نفسي، حتى لو بكسل، حتى يعني حتى زمايلي اللي معايا في الفريق ممكن اكيد عارفين ان انا حتى في اوقات لو انا مصابه او تعبانه او حتى في التمرين انا ما كنتش بتكاسل عامه، عشان انا يعني انا فعلا زي ما بابا كان بيقول انا كنت رافضه ان انا ادخل في اي حاجه غير الفولي عشان اديها كل حاجه اقدر عليها. بس فده ما يحلي ضميري شويه ان انا خلاص الحمد لله يعتبر اديت رسالتي كلاعيبه وبس، فده مريح ضميري فمخليني مستريحه شويه. بس طبعا جوايا حزن ان انا طبعا هبعد عن حاجه انا حياتي كلها فيها، ولكن يعني تعتبر دي سنه الحياه، وان شاء الله يعني في اجيال كمان جايه وان شاء الله اللي جاي هيكسروا احسن. الدنيا ان شاء الله. كابتن شريهان، في الوقت ده الاخت بتيجي لاختها الاكبر وتسالها تقول لها انت لما بطلتي ايه اللي حصل؟ لانه حياتها كلها او حياه اي لاعب او اي رياضي بتبقى عباره عن ايه؟ تمرين، يروح ينام، ياكل، معسكر، راجع من التمرين، رايح التمرين، يعني حتى الشغل زي ما هي بتقول او حتى التعليم كمان بيبقى في المستوى الثاني او الثالث تقريبا يعني في الحياه. صحيح. فلما جت سالتك، اكيد انا ما اعرفش بس اكيد جت سالتك السؤال ده، قلت لها ايه؟ قلت لها بصي يا نهله، القرار مش سهل، لان هي فعلا كمان زي ما هي بتقول نهله يمكن اكتر مني ومن احمد، يعني احمد اخويا برضو لعيب طايره في الاهلي والمنتخب برضو، بس نهله بالذات مش عايزه اقول لحضرتك كانت بتعمل. نهله كانت بتنام وتقوم تحلم بالفولي، كانت بتلعب فولي هنا في البيت، فالفولي بالنسبه لها كان حاجه تانية يعني اكتر مننا كلنا. فانا كنت عارفه من قبل ما تاخد القرار ان الموضوع هيبقى بالنسبه لها هيسيب فراغ جامد جدا جدا. فانا كل اللي قلته لها، قلت لها نهله القرار مش سهل وصعب، بس دي سنه الحياه، وانا عارفه ان الموضوع هيبقى سايب جواكي فراغ شويه، لان نهله كمان مش من الناس اللي هي على طول مثلا بتخرج او كده. نهله كانت من التمرين طول حياتها في النادي، تخلص التمرين تبقى قاعده لو بتعمل حاجه زياده. فقلت لها انت هتخلصي وان شاء الله هتكملي في الاهلي في مجال تاني، فانت كده كده مش هتسيب الفولي، فده احسن وقت ان انت تبطلي فيه وتتجهي لخدمه النادي الاهلي في مجال تاني برضه ان شاء الله يشغل وقتها، وتطلع حبها للكره الطايره والنادي الاهلي في المكان الجديد اللي هتبقى فيه ان شاء الله. اخيرا يا كابتن شريهان، لو حابه تقولي رساله من خلال البيت الكبير هتقولي لكابتن نهله ايه؟ عايزه اشكرها واقول لها انت اديتي اللي عليكي واكتر يا نهله، وعملتي انجاز ما تعملش، وان شاء الله تكملي الانجاز ده في اي مكان تمسكيه ان شاء الله، وان شاء الله انا عندي زياد وسيف ولادي بسم الله ما شاء الله مكملين المسيره ان شاء الله، بيلعبوا طايره وهم فخورين بيها جدا في كل مكان، جنبك واي ولا حد مش يعرف جنبك؟ ان هم اهل فين؟ خالتهم جنبك؟ هم جنبي، هتيهم؟ هم جنبي. طب امال اه يعني جنبي. طب ازاي كده والنبي؟ ده كلام يا جماعه يعني، ده دول الاساس يعني الاولاد. يلا هاتيهم يقولوا لنا كلمتين، يقولوا النهله كلمتين. اتفضلي. زياد وسيف حالا حالا. تعالى طيب. سيف وزياد مهم جدا اعتقد، زياد وسيف اعتقد بيبقوا عاملين لك اي سيفو. اهلا اتفضلي قولي ده مين فيهم؟ سيفو ده سيف الصغير وزيزو بقى في فريق الطايره. سيف صغير، سيف الصغير وزيزو الاكبر في فريق الكره الطايره في النادي. تعالى زيزو يلا. ده سيفو. ده سيفو. هاي سيف. زيزو. نهلا كلمنا نهلا. زيزو. نعم. ازاي؟ انت شايفينها؟ شايفين بعض ولا؟ ردي ردي علي. زيزو. نعم. بتحب الفولي؟ الو. بتحب الفولي يا زيزو؟ اه. تطلع ان شاء الله لعيب جامد؟ ايوه. تحب نادي الاهلي قد ايه يا زيزو؟ ان شاء الله. ايوه. تحب النادي الاهلي قد ايه؟ بتحب الاهلي قد ايه؟ قد الدنيا. يا حبيبي. يا سيفو. سيفو تحت شقيبه. سيف بقى اه، اديني واحده سيف برضو. الو. يا حبيبي ازيك؟ قول يا سيف اهلي. اهلي. اهلي كان في الاستاد بيشجع، كان على طول مشجع بالدم والروح افكر مش هتروح كده. قلت ايه؟ اوه اهلي؟ اهلي.
قولي يا زين. زحلقة. ايوه انا سامعاك، قول قول الترجيع اهلي. كان ايه؟ افريقيا مش هتروح، قول. قول بالدم بال مش هتروح بالدم بروح. بسم الله ما شاء الله. زحلقة. ايوه حبيبي، يعني شكرا جدا، انا بشكرك جدا يا كابتن شريهان، وبشكر زياد وسيف جدا 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 على وجودهم معانا. بشكرك وان شاء الله نراك قريبا ان شاء الله. شكرا جزيلا ان شاء الله. ميرسي لحضرتك. شكرا كابتن اسلام. الله شكرا يا فندم. شكرا.